بكل أمانة بكل صراحة، وأول مرة أقولها في حياتي، وعشان خاطرك يا عم كنت رافض، كان كل همي إن أنا رافض. الحاجة الغريبة بقى إن هذا النقم بتاع ورافض ولأ، سمعت الخطاب بتاع الرئيس السادات ولقيته بيقول أشكر الذين قالوا نعم نعم الذين قالوا لا. كما أشكر الذين قالوا لا. صدق أو لا تصدق، دي كان لها تأثير علي 360 درجة. احترمت جدا. قلت لا هو ده. دخلت حرب 73. ما دخلتش حرب 73 ليه؟ ليه بقى؟ كملت أنا مركز المخابرات وكملت في المخابرات الحربية، وبعدين حصل وقف إطلاق النار وكملت. أنا كنت اتصبت في 67، وبعدين اتصبت في يوليو 67 تاني، وبعدين اتصبت في 70، 3 إصابات عمليات. فتعرضت على الكوميسيون الطبي، أي واحد اتصاب بيدي لك نسبة عجز وبتاع، وبتخير يعني أنا خيرت إن أنا أروح الملحقين أو أروح وظيفة مدنية أو ما أعرفش إيه، حاجة تالتة خدمة مكاتب، ولا يعني مش حاجة بعيدة عن التشكيلات عن الميدان. فقلت لا، أنا خدمتي كانت كلها تشكيلات وخلف خطوط العدو وعبور ومش عبور. طلعوني. اتصبت فين وفين؟ اتصبت في كعبي، واتصبت في شظايا في ظهري لغاية دلوقتي، وبعدين آخر مرة كان جالي ارتجاج في المخ وخلع في الكتف، كانت دانت هاوند واحنا راجعين من العملية ضربت خرجت برتبة ايه؟ نقيب.